الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا يوم الحديبية 1400، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. عباد الله، إن خير البشر بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولقد مدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في آيات عديدة، وأخبرنا عز وجل أنه علم ما في قلوبهم وتاب عليهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم خير خلق الله بعد الرسل والأنبياء. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمنة السماء، أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولا شك أن حب الصحابة من علامات الإيمان الواضحة، وأن بغض أحدهم من علامات النفاق. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والصحابة عباد الله يتفاوتون في مكانتهم وفي صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فأدناهم مكانة هو الذي وصفه ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خيرا من عمل أحدكم عمره. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وكم نسمع من ينكر ذلك ويقول: كيف تكون الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام بأمر يفضل صاحبها عمن كان عابدا عالما قانتا لله عز وجل ممن لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول النووي رحمه الله: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا شك عباد الله أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خير ممن جاء بعدهم من التابعين، وأن من آمن من الصحابة قبل الفتح خير ممن آمن بعد الفتح، وكلاً وعد الله الحسنى. ولا شك أن من شهد بدراً خيراً ممن لم يشهدها، وأن العشرة المبشرين بالجنة خير ممن دونهم، وأن الخلفاء الراشدين خير من غيرهم. ولذا جاء النهي عن أذية الصحابة بالقول أو بالفعل. جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن خالد بن الوليد كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء، فسبه خالد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
عباد الله، هذا النهي عن السب والأذى موجه إلى من؟ موجه إلى سيف الله، إلى سيف من سيوف الله، وهو خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ينهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أذية صاحبه عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة، مخبراً إياه أنه لو أنفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ ذلك ملء يدي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، ولا ملء يد واحدة لبركتها وفضله عند الله عز وجل. فكيف بالله عليكم بمن يؤذي الصحابة ممن هو دون مقام خالد بن الوليد؟ لا شك أن إثمه أعظم وأشد. عباد الله، لقد أعلنت قناة من قنوات الفساد والفجور عن عزمهم عرض مسلسل عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين، الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو سلك فجاً لسلك الشيطان فجاً غيره. ووالله لو أن صالحاً من الصالحين أو إماماً من الأئمة أو داعية من الدعاة مثل دوره، مثل دور عمر، لكان في ذلك انتقاص من مقامه. فكيف أن يأتي من هو دونه من أهل الفسق والفجور ليمثل دوره ودور زوجه عاتكة رضي الله عنها الصحابية، ودور بقية الصحابة الأجلاء كأبي بكر وعمر، كأبي بكر وعثمان وعلي؟ لا شك أن في ذلك انتقاص لمكانتهم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أمنا عائشة قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً، أي مثلت وقمت بأداء دور رجل تقليداً له أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما يسرني أني حكيت رجلاً وأن لي كذا وكذا، مبيناً عظم إثم ذلك الأمر. فكيف بمن يمثل دور سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، قاهر المجوس وعدو الرافضة الأول؟ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، قد يقول قائل: إن عرض سيرة إمام عظيم كعمر رضي الله عنه وأرضاه يقرب الناس من ربهم ويربطهم أكثر بتاريخهم وتراثهم. والجواب على هذه الشبهة أن يقال: والله من لم ينتفع بالقرآن والسنة فلن ينتفع بشيء دونهما. من لم ينفعه كلام الله عز وجل ولم يتعظ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل سيعود إلى المسجد فيصلي أو يمتنع عن المحرمات إن رأى مسلسلاً كهذا المسلسل الفاجر الذين يرغبون في بثه ونشره؟ ثم إن النية لا تجعل الحرام حلالاً، فقد أفتى بتحريم تجسيد الصحابة تمثيلاً اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء، كما أفتى بذلك مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، بالإضافة إلى رابطة العالم الإسلامي وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في العالم. فتحريم تجسيد الصحابة رضوان الله عليهم ليس هو من أقلية أو من علماء يسمونهم ويصفونهم بالتشدد أو الرجعية أو التزمت أو الوهابية، إنما هو من كافة علماء هذا العالم. ووالله لو كان عمر هذا الذي يرغبون في تجسيد حياته، والله لو كان بيننا ما كان ليرضى بمثل هذا الاختلاط المزعوم في تلك المسلسلات، ولا بالموسيقى ولا بالكذب ولا بتزوير الحقائق التاريخية. عباد الله،
أي خير يرتجى من قناة خبيثة فاجرة دأبت على تغيير هويتنا الإسلامية منذ سنوات عديدة، دأبت على تمييع الدين والسخرية منه، بل ومحاربته ببرامج هابطة ومسلسلات هدامة، وعن طريق نشر الشهوات والشبهات والفواحش والفجور بين المسلمين بمسلسلاتها الإمريكية والتركية والمكسيكية التي تبث وتنشر بيننا أهل بلاد الحرمين الاختلاط بين الرجال والنساء، وتميع مسائل كشف العورات حتى قل أن تجد بين المسلمين اليوم من يغض بصره إن ظهرت امرأة على شاشات التلفاز. لذا كل من يعمل في تلك القناة الفاجرة أو غيرها، وكل من يعينها، وكل من يعلن فيها، والله هو آثم مشارك في الزور، وماله وعمله حرام. عباد الله، إن الثوابت لدى المسلمين تزعزعت وتغيرت، فبالأمس جسدوا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ولم نسمع من ينكر، وبالأمس جسدوا الحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وريحانتي الجنة ولم نسمع من ينكر، واليوم يجسدون في هذا المسلسل المشؤوم أبا بكر وعثمان وعلي، يجسدون عمر رضي الله عنه وأرضاه وزوجه عاتكة رضي الله عنها وأرضاها، وغدا والله لا أستبعد أن يقوموا بتمثيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولن تسمع بين المسلمين من ينكر ذلك، لأن الناس قد تم تدجينها، فلا تحركها عقيدة ولا دين، إنما يحركها الريال والدولار. وقد صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: تعس عبد الدينار والدرهم. يا عبد الله، قف وتأمل حالك وحال زوجتك وأبنائك وبناتك، بالله عليك، هل هؤلاء من تريد أن تلقى الله تعالى بهم يوم القيامة وأن تحمل أوزارهم على ظهرك؟ هل نزعت الغيرة من قلبك؟ كلما نظرت إلى واقعنا المرير تذكرت فتاوى العلماء في تحريم إدخال هذه القنوات البيوت، وكيف وكان وما يزال الناس يسخرون من تلك الفتوى. وللأسف فإن من بعض الصالحين من يوجد من قد أدخل تلك القنوات الخبيثة بيته متأولاً ولا عذر له عند الله يوم القيامة. وأنا أعلم أن الغالبية العظمى ممن طمس الله على قلوبهم سيشاهد هذا المسلسل وغيره في رمضان، ولا يبالون بالفتاوى الكثيرة، ولا يبالون بحكم الله عز وجل، لأنهم لا يأبهون لحكم الله ولا ينصاعون له. فاتقوا الله يا عباد الله، يا من بقي في قلبكم مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا هذه القنوات الخبيثة من بيوتكم للأبد، ولا تخربوها بأيديكم. انصحوا لرعيتكم ولأزواجكم ولأولادكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذركم بقوله: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد الإسلام وأهله بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل فقره بين عينيه. اللهم لا تبارك له لا في مال ولا في ولد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء هذا الدين من المشركين واليهود والنصارى الصليبيين، ودمر إخوانهم وأعوانهم من المنافقين والعلمانيين يا رب العالمين.
اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راض عنا. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.